عندي هالغسالة محوضان ذي تقول الشغلة انها ما عاد تصرف الموية فعلا ما عاد تطلع. طيب نكلم فني، نكلم شركة. يا بالحلال اي شركة وي فني، موضوع بسيط. هذا الغطاء الخلفي بالاسفل 4 مسامير فكيتهن وطرفتهن على جنب لاني مع الحماسة اشوت واحدة ودورة عاد من هناك. طيب هذا الحبل اللي اذا فريت هذا هو، وين هو؟ هذا هو، ها اذا فريت يشد الحبل صح؟ للوهلة الاولى بتعتقد هذا السبب، مو بالسبب، ناظر هنا، ناظر التراب، كمية التراب اللي هنا، ناظر اللي هنا، ابى افك لي واشوف ايش الموضوع الان. ها فكيتها، مجرد رفعي لهذا شو الوسخ بدا بنت الماء تصب، دهمتني من هنا. ها خلاص نظفها وانتهى الموضوع، واضح ولا مو واضح؟ نكلم شركه فني، لازم نحطكم ب 150 عشان تستانسون.